FM. الكلمة ليك. شو رأيك في اللي صار البارح في سوسة، وهل اليوم هالتوظيف الحزبي للمؤسسة التربوية؟ والله يعني شو نقوله، وليت بضايع في السياسة في تونس. واحد ولا يحشم انه يخدم في السياسة، معناتها كل مرة واحد يسمع غريبة. اخويا سيبوا الوليدات خلي يقروا ارواحهم، ما بقاتش حتى بلاصة، ما عادش نحكوا على السياسة، ما بقاتش حتى بلاصة باش موظفناش فيها السياسة. ولذا الناس اللي تعمل فيها ذي تعرف حاجة، للشعب راو فد من السياسة والسياسيين قلق، ما عادش يحب، ما قعدتش بلاصة، ما دخلتش فيها السياسة. الفيروس اللي ضربنا احنا في البلاد هذية، منيش فاهم انا شنية دخل الوليدات هذوما يقراوا على ارواحهم باش انت توصل تدخلنا في المعمعة هذي. شملزز، احنا تفهمنا المؤسسات التربوية والمؤسسات بصفة عامة، بعدها ما اللعبة القذرة نتاع السياسة. كل مرة نسمع فضيحة، كل مرة نسمع كارثة. تتفرج انت، مش هذه بركة، هك النواب التأسيسي اللي يدوروا ناس اضطرت فيهم وهما باقي ماشيين. هذا استفزاز للشعب اخي، تحب عباد يستعملوا معك القوة بعد انت تولي لي بطل وتقول تمسيت. اليوم انت تغسل الكتاب الوطني، ايش عاملين؟ يلموا الناس يقصولها وهم يدوروا يحوسوا، يبات في الوتلة بالفلوس، النقل نتاعو مصاريف، وسيما هذه الجمعة يعمل فيه كتاب وطني ويقص للعباد ما غير ما يشاورها. خي انت تلم باش تعطي العباد، تمشي تستفز في الناس. نحب نعرف حاجة، انا جماعة التأسيسي ايش يحبوا مع البلاد؟ يوند ناس قالك ما حاجتيش بيك، وانا نشك وانهم هما اللي ماشيين باش يعرفوا بالدستور، يعرفوا شنو اللي فيه. يوم اشتر الوقت عدو غايبين، ما همش موجودين. الدستور ما تكتبش من التأسيس يا سيدي، جاي املاءات من برا، من سفارات ومن برش، يجي هو باش يعرف بحاجه. هو مش حبنا بالضبط حسب رايك، الدستور ما كانش محل جدل داخلي وصراعات ورؤية وشيت نظر مختلفه. والله هما قاعدين يقولوا يكتبوا، ما في بيرهم شيء. هما قديش من مره جلسه الصباح ما تبداش على خاطر النصاب ما هوش موجود. انا نعرق باش نجيب الولدي باش نوكله ويعجلوش يطلع لي صالح، وهو غديك يغيب وما يحشمش بشيش بتشارية، ويزيدوا يتفاوضوا على الشاريات في مليسان تعليل، طاف عليها طائف من ربك هم نائمون. انا الانتخابات نتاع 23 اكتوبر 2011 تذكرني بحاجة. في وقت من الاوقات طلعت اشاعة قالوا راهو لما يكتبش صداقها تورا ومن بعد باش يدفع 800 الف واللي يجيب ليفري اللي هو معدي الجيش. ايوه اللي هذا اللي عرضتها لولا هزها، من بعد وحلوا في بعضهم، طلعوا ما يعرفوش بعضهم وطلعوا ما يتقابلوش وطلعوا ما نعرف شنو. كذلك اليوم الانتخابات اللي تعدت تشبه الشيء هذا، عباد غلطت. اليوم عباد مش بتقص صوابعها، عباد وقتاش نخرجوا مع المرحلة؟ جماعة التأسيسي غديك كملوا اللي عليهم. انت انتخبوك من اجل كتاب الدستور، انتخبوك كملت الخدمة هذيك. اليوم انت قاعد غديك حاب صوت مركي يا رسول الله، تاكسية لكن اللي واحد وقفت له في الرومبوا وتمركي، انت ما كملت برمشي روح تشد دارك، تنقصوا شوية على الشعب ما عادش فيه. تنس ما ايش لقي باش تاكل، وناس مبنكة غديك وما كفاهمش الاستفزازات اللي كانوا يعملوا فيها للشعب من خلال التلفز ومن خلال المجلس التأسيسي. توهبتوا للعباد معناتها للجهات الداخلية، وكل مرة تسمع بهم تردوهم من بلاسة وهما ما همش راجعين. حملة انتخابية مبكرة بفلوس الشعب في وقت ميزانية نتاع البلاد تعبة، وفي وقت اللي الناس قلقت منهم. وبالله ورجوع للاكتتاب الوطني، هي بالحق أنا نسميها الصندوق هذا صندوق عريانيس لبيميت. بلاد عروها الصحاح وما تحاسبوش،
علاش ما تحاسبوش على خاطر جاء وزير اللي ما عطاناش عمل التشخيص، معناتها واحد يمشي مريض عامل زوز عمليات يمشي للطبيب يقول له راهو الطب اللي قبلك عملوا لك عملية خايبة، زوز عمليات اللي صاروا قبل، يقول معناتها المريض يسهل الطبيب يقول له انا هي كابا فان الكلمة ليك.